تتفق مع من يرى بأنه بدء إسرائيل بالدفع بآلياتها القديمة من طراز M113 وحتى ميركافا 3 بدلا من المدرعة الحديثة جدا النمر وميركافا 4، هل يعني ذلك بأنها خسرت بالفعل الكثير من آلياتها كما صرحت المقاومة الفلسطينية في أكثر من فيديو وأكثر من بيان؟ يعني ممكن سبب هذا، لكن هي تمتلك كل المعدات والموارد، العالم كله عماله الغربي بورد لها من الأسلحة ما تحتاجه أكثر الحقيقة. في سبب، نعم ممكن أن يكون هذا سبب، يخلوها لا يعني كاحتياط لها في المستقبل، لكن نفس الشيء يعني مدام نمر ولا المركبة ولا هذا، يعني إذا طلع له القسام بصاروخ الياسين 105 سوف يدمر أي واحدة من الآليات، يعني هذيك تحمل 13 فرد، هي بتحمل نفس الشيء حوالي النمر حقها 3 مليون، هذيك يعني أقل 113 بسموها حملة الأفراد. فهذا ما يحصل الآن، الوضع صعب جدا، إذا ما صار عملية التهجير لأنه كثافة سكانية كبيرة، فإن بيحاولوا يرحلوا كل هذا وسوف يمنعوهم من العودة إلى قطاع غزة، ويعني حسب الأهداف السياسية أعتقد ممكن أن يكون هناك بعض الهدن يدخلوا، يعني على أساس أنهم إنسانيين وهم ليس بالإنسانية بشيء، فهذا ما يحصل الآن، لكن عندهم هدف إنه تدمير حماس ولا آخره، وأعتقد سوف تستمر هذه الحرب. هذه الحرب ليس كالحروب السابقة، يعني كنا نصل قبل أن يقول نتنياهو يدخل على ويصرح من جانب واحد أنه حققنا أهدافنا، خلصنا قدرات حماس وإلى آخره لامتصاص الداخل عنده ويصلوا إلى هدنة، هذه سوف تكون مختلف النتائج تبعها. نعم. أعتقد هنالك يعني أهداف إسرائيلية في تدمير حماس والسيطرة عليها أمنيا وحكمها أمنيا لحين يجدوا الحل السياسي لذلك.